بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا ربي يا ربي تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل أشكال كده ومختلفة من البيتزا علشان موسم المدارس بقى. كل سنة وانتم طيبين، يتعاد علينا بالخير يا رب، ويجعلها سنة كده كلها صلاح وفلاح إن شاء الله. النهاردة هنعمل البيتزا بأشكال مختلفة. هنعمل الميني بيتزا صغيرة جدا، اهي حلوة جدا. وهنعمل بيتزا سروسلو، ده ملفوفة كده جميلة جدا، بصوا العجينة عاملة زي القط، حلوة جدا جدا ومحشية. وهنعمل الشكل دوت، وهنعمل الشكل المعتاد، حلوة جدا جدا، هتعجبكم جدا جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله، هنعمل دلوقتي مع بعض العجينة. انا معايا هنا دلوقتي كيلو من الدقيق، تمام. هنزل عليه بمعلقتين كبار من السكر، ومعلقتين من الخميرة، مع بعض كده المقادير واحدة واحدة، وهكتبها لك في صندوق الوصف، تمام. ورشة ملح، وكمان معايا زعتر بيدي للعجينة ريحة حلوة جدا، بتكون حلوة اوي. هنبتدي كده في العجائن علشان موسم المدارس بقى. كل سنة وانتم طيبين. قلبوا كده، بسم الله، حلو جدا جدا. طيب انا دلوقتي معايا، ده اختياري، لو مش عندك خلاص مش مشكلة، معايا كوباية زبادي، تمام، ومعايا ربع كوباية زيت، بسم الله، بسم الله ما شاء الله. هنعجن دلوقتي كل دوت. ومعايا دلوقتي هاخد معلقة من الخل، المعلقة السحرية بتاعتي، خلي العجينة هشة وطرية وجميلة جدا جدا في اي معجنات حطيها، تمام. ننضف كده المعلقة بقى عشان نعجن ايه بايدينا. معايا هنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، مش كبيرة، هتخليها هشة برضو. دلوقتي معايا لبن دافي، كوباية لبن دافي، هنزل بيها تدريجيا اعجن بيها لغاية ما العجين ايه ما ياخد. احنا اتفقنا ان انواع العجين غير بعضها، في عجين بيقبل السوائل وفي عجين بيرفضه. وهنبتدي نعجن كده شوية بشوية، وهنعمل كده انواع بيتزا ان شاء الله، اشكال مختلفة هتعجبكم جدا جدا، تنفع للمدارس. بسم الله. طبعا اللبن دافي علشان ايه؟ عشان الخميرة تتفاعل مع السكر وتشتغل بسرعة، متاخدش وقت. نعمل انواع معجنات تنفع فطار وتنفع عشاء وتنفع كمان لموسم المدارس. طبعا اولادنا هيروحوا يومين في الاسبوع، بس برضه هيعوزوا شندوتشات وكده. نعجن بقى سوا. بصوا حبايبي، عجنتها هي لغايه ما لمت معايا، دي حقها بقى في العجن. بسم الله، تعجنيها كويس جدا عشان كل ما تعجنيها كل ما تكون هشه وفيها هوا كده، تكون مفرغه كده وفيها هوا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بصوا خفيفه جدا ازاي وبيضه وهشه. بسم الله، ورشه الزعتر بتديها ريحه حلوه جدا. بصوا حبايبي اهي دلوقتي، بصوا بقت جميله جدا ازاي، بصوا هشه وناعمه كده. هجيب الطبق، ادهنته زيت، تمام، واسيبها بقى تخمر عشان نكملها سوا ونشكلها سوا. بسم الله، دلوقتي ما شاء الله بصوا خمرت ازاي، ما شاء الله بقت حلوه جدا عامله زي القطن. بسم الله، بسم الله اللهم بارك، حلوه جدا جدا. هعمل ايه دلوقتي؟ هقسمها كده، بسم الله،
حلوة جدا. بسم الله ما شاء الله. بصوا عشان انا هعملها كده شكل. بصوا من جوه هشة ازاي. اشتغل بيها بقى. دلوقتي انا خدت جزء وغطيت الباقي. تمام. افرد الجزء دوت. شوف بقى معايا كده هنعمل ايه. بسم الله. بصوا العجينة جميلة جدا. خففها كده عشان لسه برضو لما تريح هتعلى تاني. بسم الله ما شاء الله. افردها على قد ما اقدر. الاحجام اللي انت عاوزاه. تمام. بس كده اسحب بقى كده وهيتعجن تاني. بصوا حبايبي انا ايه بوسعها كده. انا عايزاها تكون حلوه كده ما تكونش تخينه لان هي هتبقى هتنفش بعد كده. طبعا احنا حاطين خميره وبيكنج باودر فانا عايزاها تكون هشه كده تكون قطن. تمام. دلوقتي عندي دلوقتي صلصه عليها ايه بقى حطيت لها. بسم الله ما شاء الله. ادهنها كده بالراحه جدا. حطيت لها روزميري تمام وملح ومعلقه صغيره بصل بودر ومعلقه صغيره توم بودر بس كده مش اكتر. وبتديها غلوه على النار وبيكون عندك احلى صلصه للبيتزا. حلو جدا. بسم الله هعملها بالشكل ده. كده خلاص ده انتهى. دي مش هحط لها اكتر من جبه لانها حجمها صغير. ميني كده صغنططة كده تنفع للرحلات. بسم الله. هنزوقها كده مع بعض. بسم الله. تمام. هنحط فلفل هي كده بتديها طعم حلو جدا وطماطم ميه. طبعا الجبنة هتسيح هتمسك فيها. كده خلاص بعد ما حطينا الطماطم والجبن والفلفل يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي حبايبي هنعمل شكل تاني. بسم الله. هنفردها كده. انا عايزه شكل اسطواني. دلوقتي انا بحط لها الحشو بتاعي بس مش هكتر عشان انا هلفها.
تجيبها تقدري تعمليها بقى حجم اكبر من كده لو انتي مش هتعملي كذا شكل. زي بصوا اهوت بالراحة جدا جدا اهوت تمام. بصوا اهو تمام يا حبيبتي اهوت. هنعملها زي سلو سلو كده بس هكون بيتزا. تمام بصوا حبايبي هجيب بقى الصينية بتاعتي اهو واحطها كده. ببططها كده تمام اهو بيكون شكل بطريقة مختلفة بيكون حلوة جدا جدا. ندهنها كده كويس عشان يبقى شكلها حلو وطعم يبقى طعم وشكل. جربوا كده الاشكال دي هتعجب الاطفال قوي. بسم الله بس كده وعلى الفرن ونشوف بقى هنعمل الشكل اللي جاي عامل ازاي. بصوا حبايبي افرغ كده من النص عشان اعمل لها ايه حرف عشان احط الحشو في النص تبقى شكلها حلو جدا جدا. تمام بالشكل ده فاهمين الفكرة اللي هو اعمل لها ايه حفر في النص بس كده. تحطي اي حشو بتحبيه في النص. وتحطي جبن عشان تديها لون. بسم الله ما شاء الله كده طلعت معانا البيتزا الله اكبر حلوه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بصوا كده الميني بيتزا حلوه ازاي صغيره جدا وانا ازاي جميله جدا والشكل ده حلو جدا برضو. حبه البركه بيبقى لها طعم خيال بتبقى حلوه جدا والبيتزا السروسرو حلوه جدا. بصوا العجينه جميله جدا جدا وادي البيتزا المعتاده اللي هي بنعملها في صينية واحدة بتكون حلوة قوي. بصوا بتبقى جميلة قوي ما شاء الله. بصوا من جوه بصوا حلوة قوي. بصوا العجينة بصوا العجينة طرية ازاي وحلوة جدا زي القطن والحشو من جوه جميل جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وكومنتاتكم الحلوة. يلا باي باي.